يعطيكم العافية. اليوم بدنا نعمل مراجعة للتحدي 17 من تحدي 30 صورة، ألا وهو أنك تصور دائرة، مثلث وثلاث خطوط بستايل السوبريماتيزم. نبلش هون. للتأكيد كان مطلوب من المشاركين أن يستخدموا أشكال، يصوروا أشكال هندسية وما نعرف شو ماهيتها، أوكي؟ ما نعرف إيش هاي الأشكال. فهاي عبارة عن خطوط، ممكن نعتبرها عيدان، بس الفكرة انه هاي عبارة عن ثلاث خطوط، تمام، بس مش متوازن الصورة. لو بدنا نستخدم النظام المتماثل بدها تنقص من هاي الجهة لتقريبا زي هيك. هذا اولا. ثانيا، صحيح بالنسبة للأشكال هيك المعلومات، اقوى شكل هندسي او الاكثر ثباتا اللي هو المثلث، تمام، هو يستخدم بالهندسة المعمارية بكل شيء، هو أقوى شكل هندسي. دائرة ممكن تكون متدحرجة، فممكن نحكي إنه وزن المثلث أقوى لو كان على الضلع على الأرضية نايم، لكن هون تقريبا متحرك لهذه الجهة وقريبة من النص، فمع حركة موازن الألوان الظلال كمان لا تنسوا تعتبر عنصر، فتحاولوا تلغوا الظلال. أحسن حال تستخدموا فلاش تليفون وتطفوا المكان اللي بتصوروا فيه، فالظلال بتصفي وراء العنصر. ما في ملاحظات ثانية. جميل. ما بفضل التكستشر، لو نبعد عن هاي الأشياء خلاص بس نركز على العناصر. مشان زي ما حكيت الفن هذا أو هاي المرحلة هدفها نستمتع بس بالأشكال الهندسية. خلاص في شكل حلو، لا في فكرة ولا مضمون، بس أشكال. وأنا بقول لكم إن هسه هو إشي كثير صعب، وصلوا للمشاركين. هون ما في مثلث، هذا مش مثلث، انتبه. دائرة وعدة دوائر، بدنا ننتبه لهاي الشغلة البسيطة. هون تحولت لصورة، بطلت أشكال هندسية. مبين هنا إنه جذع شجرة مع الدوائر الغير المنتظمة اللي هون، لو محناهم وبدلناهم بس بخط، خلص مسكر دائرة، أي خط مسكر حاله بكون شكل. تمام، خط هون، هذا التنظيم أو التوازن اللي هو المتماثل، سيمتريكال، يمين بيسار متوازنة، تمام. للتأكيد نستخدم احنا السيمتريكال حتى نثبت عين المشاهد بالنص. خلص في عندنا نقطة تركيز او اشي بدنا نركز المشاهد للنص، هو اشي مريح للعين لكن ما فيه حركة. هون نفس الاشي، تنظيم او توازن متماثل وين النص، يعني بس هون الفراغ اكبر شوي. زي ما حكى الدكتور محمد، حاولوا خلص اشتغلوا التحديات الجاي اشي غير التنظيم أو التوزيع المتساوي المتماثل، لأنه ما فيه نقاش، ما فيه حركة، ما فيه شيء غير إنه بس تتأكد إن الصورة نص اليمين مساوي لليسار مثلاً، أو نص اللي فوق مساوي لتحت. تمام. ممكن أعتبرها دائرة، صحيح بشكل خارجي ماشي، بس أنا بطلت شكل هندسي وأنا مبين إن حبة برتقال فلو التغلب النص أو لو صورتوها من برا. وهنا في عنا ثلاث خطوط، صحيح. جميل ومثلث. شوف كيف توزيع العناصر، يعني في عندك مستقلات هون ملونة على جهة اليسار والدائرة وازنتها مع جهة اليمين، يعني لو الدائرة هاي أو الحمد هاي مش موجودة كان كل المشهد وزنه لليسار بسبب هاي الخطوط والألوان، فممكن نحكي أن الدائرة على اليمين وازنت الصورة. أوه، هذا شكل حلو. كراتين، خلينا نبعد عن كراتين، موضوع سهل، يعني صفت لو أنك ترسمه على الفوتوشوب بس، يعني اصلا احنا شوي عم نبعد او نحيد عن طريقنا اللي بدنا اياه بالاصل، انه تدوروا على هاي الاشكال وتصوروها. اللي هو صعب جدا انك تدور على دائره وخطين ومثلث بمكان، اذا قدرت هذا شيء خرافي بيكون، بس الهدف انه نتدرب على التصوير حبايبي مش على الرسم والقص. خطين، تمام، واقع كل شيء عم بوقع لهاي الجهة، الصورة كلها واقعة لهون، حاسة مايلة مع اللون اللي هون كثير رايح لهاي الجهة، وهذا وهاي العصاي واقعة وهاي العصاي كمان واقعة لهون، فكل الإطار رايح لهذيك الجهة. طب شو الحل يلي وكيف ممكن نوازنه؟ ممكن نوازنه ونخلي المثلث واقع لهون، يعني مثلا نخلي المثلث أو خليه مثلث مايل واقع لهاي الجهة، تمام، انه حركته ووقعته راح تكون لهون مشان يوازن وزن الصورة اللي على اليسار ويكون لونه احمر مثلا.
لأنه كمان اللون المميز على كل مشهد له وزن كثير ثقيل بالصورة. هون حلو حلو، تشكيل غريب. ما بدي أطول كثير زي فيديو مبارح، صحيح فيديو مبارح كان ممل، أنا برجع بعض الفيديوهات لأنه كان جدا طويل، فبدي أحاول أختصر حكي. إذا في ملاحظة على السريع بحكيها، إذا لا ما بدي أقعد أدرس الشكل قدامكم. هالأشياء حلو هيك تمزمز عليها تستمتع. كمان نفس الشيء، خلينا نبعد عن موضوع الكراتين حبايبي، بدنا نتحدى حالنا. جميل، دائرة بالنص، مش بالنص 100%، رايحة لليسار شوي، الفراغ اللي هون أكبر من اللي هون. خطوط مثلث، بتحس الدائرة قاعدة بالضبط على المثلث وبدها توقع على هاي الجهة، والمثلث على العصاية بدوق على هاي الجهة، كل شيء رايح لهناك. الحركة يعني حتى لو الدائرة ثابتة ما ببين شوية حركة، لكن لأن على طرف المثلث مخك متهيأله إنه بدها توقع لهون، والمثلث على العصاية راح يوقع لهون، فكل وزن الصورة لهاي الجهة. تمام، كيف ممكن نوازنه لو خلينا المثلث لهاي الجهة يوقع هيك؟ تمام، يوقع لهون، أو خلينا الطابة لهون مشان نوازن الصورة ما تكون بالنص. نشوف هذا. الدائرة نفس الشيء عم توقع لهاي الجهة، يعني لو هاي العصاية مثلا صارت هون مشان تثبتها اوكي بنمشيها شوي، بصير الوزن لهون، لكن نفس الشيء راح تحس في حركة، هاي الدائرة راح توقع لهناك هيك، بدها تتدحرج وتوقع بتاخذ الصورة بتسحبها لهذيك الجهة. بسيط. اوه زي هاي، هذا اللي عملها مصمم يو اكس يو اي صح؟ بين جد زي البلاي بوتن تاعت اليوتيوب. حلو، مثلث دائرة ثلاث خطوط، هاي مبين جد زي تصميم واجهة المستخدم تاعت الانستغرام او اليوتيوب. حلو، جميل 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 بسيط. اوه هاي غريب، يعني تقريبا هاي ممكن نحكي هلا الدائرة ثابتة مش متحرك، لأنها موجودة على سطح شوي مايل، وبما أنها مش بنص الصورة فوزن الصورة بدنا نحكي بس عن الدائرة رايح لهون شوي. تمام، في عنا ثلاث عصي، هلا العصي بتعطي وزن للونها الفاتح إنه على هاي الجهة كمان، لكن المثلث وقعته سودة ساحب الصورة لهناك. جميل، هيك بلشنا نتخيل الحركة مع توازن الأشكال الهندسية. غريبة، لو كان في ألوان، الألوان كمان تعطي جو حلو الألوان، بس بما أنه هون ما في ألوان إحنا بنحكي بس عن كتل، كتل وحركة وحجم، فهاي حجمها أكبر شيء، فهاي الكتلة الأكبر وموجودة بنص الصورة. أوكي، في عنا عصاية على اليمين وعصاية على اليسار، بدناش نحكي عن الارتفاع هسه، فمتوازن من ناحية عصاية وعصاية، لغوا بعض، خلصنا. ننتقل للشكل اللي تحت، بما أنهم رايحين للجهة اليمين من الإطار، فالصورة وزنها صار لليمين. لو المثلث بس زحنا وما تخزي خاصة، لو زحنا لهذيك الجهة أو خليه محله، لكن بدنا نخليه يوقع لهنا. كيف؟ صعبة والله، خلص بحركه أسهل لي، بس بما إنه ما يعني حاسه بدي يتحرك يوقع لهنا، بشوي الوزن رايح لهذيك الجهة أكثر، بزيحه لليسار أكثر مشان عادل الوزن، خليه تقريبا من نص الدائرة، هاي نص الدائرة بدنا نزيح شوي لهنا. هيك ايوه، هيك بصير عندي انه المثلث لانه شوي بده يوقع لهون، فوزنه على الخفيف بروح لهذيك الجهه وهكذا، فبيعادلوا بعض، هيك بتطلع صوره متوازنه. اذا بدنا نحكي بس من محور اليمين يسار، شكل احلى. هلا الدائره الحمراء بحجمها الكبير ودحرجتها على الهرم، كل الصوره رايحه لليسار كلها هيك بدها توقع، وكمان حاط خطين هون فزايد الوزن على اليسار، يعني يفضل يكون لهون عشان توازن، لانه هون الدائره اللي عم تعملوه لما تكون على خط منحني عم تعطي اتجاه حركي، يعني بدها توقع. المخ هيك بترجم الدائره، لو كانت مربع ماشي بتضل ثابته محلها شوي، لكن مش زي وزنها لما يكون زي دائره بتدحرج بدها توقع. اوكي، فبدنا ننتبه. هاي شو حلها؟ ممكن لو خلينا الخط، حتى لو حطينا الخطين هون لسه مش كافي، ما بيوازن اللي هون، بدنا نعمل حركة، معناته نعمل من الخطين سهم، يعني خط هيك وهيك وسهم، يعني مثلا لو أخذنا اللون الأخضر عملنا منه خط، سوري خط هيك
هيك، وخط ثالث يكون سهم مثلا، وهذا كله يكون الحكي زي هيك، بتحسه بده يوقع لتحت متعلق هون مثلا. عرفتوا كيف عم بفكر؟ ولغينا الخطين من هون نعتبرهم على السريع. فالفكرة انه وزن الطابة الحمراء كثير ثقيل، كثير مثل هاي منجري زي هيك. انا حاب او انا مستمتع انه يمكن بس المشاركين بالتحدي واللي حضروا اللايف مستوعبين ايش اللي عم بيصير. هذا بس بدي ازيد حجم الخط شوي لانه خفيف كثير، بس ازيد وزنه البصري عن طريق اللون، هاي اللون الاخضر، نزيد وزنه زي هيك مثلا عشان يوقع لتحت. اوكي، بس هيك كثير صار تقيل لي، وخليه لهون يشيل وزن، تمام؟ لانه هيك الصوره لا بتحس الطابه بدها توقع لهناك، لكن ترجع بتميل راسك لهون. طيب نشوف هون. اوكي، طيب تقريبا كل شيء مصص ما عدا هذا الخط، فوزن الصوره كله رايح لهذيك الجهه، واصلا النص تاعها هون، فلا كثير هاي مش مصص. بدنا نحكي هذا الجزء تقريبا. هلا هذا خط اوكي، الوزن بالصوره على اليسار اثقل بخط، بس هذا كثير خفيف، فممكن نعوضه انه ما نخلي النص الدائره بيكون شوي لهون، تمام؟ لو الخط اجى مايل احسن، هيك بوزن الصوره كلها. جربوا تشكيلات زي هيك غير متماثله، نفس موضوع الدائره اللي كانت قبل الحمراء، لكن هاي لانه سكني والخلفيه بيضة، وزنه مش كثير ثقيل، وغير هيك مش على الحفه ما راح يوقع، فبتحسه هون ثابت عامل عليه لوك المثلث، لكن المثلث نفسه عامل وزن كثير كبير لهذيك الجهه، فعوضناه بالثلاث شحطات اللي هون. ماشي، لو زدنا وزنه، تخيلوا انه هون في عمود بالنص، يعني الصوره واقفه على دبوس مع الصحن، ممكن والله لا حتى كثير، يعني لو خلينا الصحن لهون، لانه المثلث مع توجيهاته في عندنا هون خطوط ارشاد عم بيأشر كثير لتحت، ومع الجاذبية بده يوقع وكل شيء بيوقع، فكل الصورة رايحة لليسار. ولو خلينا الصحن ممكن هون او هون معلق ويسحب الصورة كلها لتحت، بس جميل. هون هاي متماثل زي ما حكينا، ما في حركة كثير، ما في تحليل كثير لصورة المتماثل، غير انه بتحاول تلاقي غلط بالنص اليمين واليسار، هذا كبداية. وغير هيك إذا بدك تستخدم هذا التوازن، إنه يكون نص الصورة اليمين أو اليسار نسخة عن بعض، يفضل يكون في كمان أشكال ثابتة، يعني هون مش حاس في وحدة، حاسهم هيك كثير بعاد عن بعض، لأنهم داخل بعض. لو صغرنا الخطوط خليناها بشكل هيك مثلا، ما كبرناهم بهذا الشكل، حاس الصورة فاضية صراحة. وهاي طابة حمراء كثير ثقيلة بالنص، بتسحب لتحت والسهم عم بيأشر لتحت، فكل الصورة رايحة لتحت. بس انه خلينا نحاول بالترتيب التوزيع الغير متماثل، اشي هيك ما يكون منصص يمين يسار. اوكي، زي ما حكينا الكل عم بيعمل نفس الحركة، دائرة على خط منحني تعطيك اتجاه حركي مع الانحناء، بس وزنها خفيف، المثلث ثابت محله، فبنلغي وزنه مع الوزن. العيدان فوق بس بتأشر لهاي الجهة لهون، فتقريبا وزناهم، لأنه العيدان عم بتأشر لهون والطابع عم بتوقع لهاي الجهة. لو كانت العيدان واقفة مثلا هون مشان تعادل الوزن، لأنه حرفيا هذا ميزان عن جد، هون ميزان يعني، تمام؟ فهون العناصر، وعندك جزء من العصاي كمان العنصر تاعها على اليسار، فلو كان بدنا عنصر هون، لو الخطين كانوا هون احسن. اوكي، نجرب هاي نفس المبدا. هلا هون ما في خط تحت الدائره، فرح توقع لتحت، هيك وزنها، تمام؟ هيك عقلنا بتخيل اي دائره انت تخيلها واقفه بالهواء، اوكي، بس لحالها بسبب الجاذبيه مخك راح يوقعها لتحت، خلص خلصنا، او اي شكل يعني، مش ضروري الدائره، ما في شكل لحاله بتطوف بالهواء. وهاي كمان الخط اللي هون رح يوقع على هاي الجهة
فنحكي هلا الهرم الغي وزنه خلص موجود بالنص، الخط اللي تحت الغي وزنه خلصنا. فعندك وزن هاي الدائرة الكبيرة شوي نسبيا، وهذا العود تقريبا وزنهم متساوي، لكن ها حاس العود بده يوصل لهون، خليه تحت تحت الدائرة عشان يكمل الوزن تاعها، انه توقع هون وتخبط الدبوس اللي يتوازن مع بعض. بس جميلة جميلة، فكرة غريبة، الالوان موحدة فما في وزن هون. هاي مثلا لو كانت الطابة لونها احمر راح يختفي وزن، فكمان بدنا ننتبه الوزن البصري اللي دخل بالخلفية. اوكي غريب. اوكي كراتين حبايبي، الكراتين سبلة. اوكي بس الوزن كله رايح على اليمين، يعني المثلث رايح لهون والدائرة رايحة لهون، كل الصورة رايحة لهون، هون فاضي. هاي لو محناها مثلا، وكمان لو محنا هاي، وهاي كمان زيادة بس سويتها كمان. نشوف عبين ما تبلش توازن، لانه انت خط المنتصف تقريبا هو الدائرة، هذا هو ميزان الصورة هون، فجزء من المثلث رايح لهذيك الجهة، الجزء الأكبر رايح هون، معادله إنه عصاي هون، يعني هيك أروق شوي. وغير هيك لو هاي الخطوط عم تتأشر لإشي، لو كانت الدائرة هون مثلاً، ووزعنا الصورة، نجرب هون، مثلاً، أوكي، حلو، حلو، الدائرة وزنها لتحت، الخطوط عم بتأشر على الدائرة تقريباً، فمعطيتها وزن أكثر بالمشهد. المثلث تقريبا المثلث والخطوط كلها عم تتأشر لهاي النقطة، هذا هو موضوع الصورة. يعني تخيل لو كان في بس دائرة حمراء هون، أو نقول دائرة هون، هون بكون نقطة تركيز كثير قوية، لكن الوزن ما بيكون متماثل لأنه هون بيصفي في فراغ. وجميلة توزيعهم جميل بسيط، عمل لي فراغ هون، ليش الخط راح؟ عمل لي فراغ هون، فراغ هون، لو خلينا الخط هون سوري هيك أحسن. مش متوازن لأنه. نشوف اللي بعدها، اللون الأزرق مكمل للون البني، حلو ندمج ألوان، حلو ندمج نظرية الألوان مع المشي متماثل. هنا كأنه جسم بني آدم، عندنا مثلث خطوط متعرجة، هاي الخط الثالث، هاي دائرتين صارت مش دائرة، انتبه جميل. لكن الأبيض على الأبيض التغى وزنه كمان تقريبا، والصورة متوازنة بس ما فيها حركة. فمثلا لو خلينا ايد هنا وايد هون، لغينا هاي الايد تمام، يعني مشان نعمل فيه حركة ما نخليه متماثل يمين يسار، هيك كأنه بتحرك في شكل. اشي غريب. اوكي الدائرة تحت لونها الزهري مع الاصفر بتنافس، والالوان جميلة جدا. خط غريب صراحة، ما بدي اتعب حالي، بدها وقت يعني، راح تسحب معي وانا بوزع، بس على الأقل هذا الشكل لو بعدناه لفوق جلدي بحكي، مش قادر بدي أحرك هاي، أحرك هون هاي، أرفعها لفوق، والمثلث زيحه شوي لهون، بنجرب زي هيك. واحدة من النصائح اللي بحكي لكم إياها خصوصا بتكوين أي صورة أو أي مشهد، حاول ارجع للصورة بعد فترة، بعد ما تخلص من تصويرها، لأنه أنت عم بتزين مخك ما راح يحلل الصورة زي لما تروح بريك وترجع لها. أوكي هون لسه بدي أرفعها أو أطاولها أكثر، هيك خليها هيك تقريبا أحسن، حاسة لأنه في وزن كثير كبير على اليمين هون الدائرة وهاي. طيب نشوف هون، أوكي دائرة مع الثالثة تمام، السجاير هاي مكتبة، بس زر البلاي عم تحاول تعمل فكرة هون يمكن، بس ما فهمت شو الفكرة صراحة. هون بدنا نعتبر الخط، يعني هذا ما بتحل الخط واحد، هذا بتحل الخط وهي اللي تكمل الخطين، يعني هون صار في عندنا ست خطوط بالصورة الدور. هون خلينا نمشي أسرع. أوكي بس أبدا مش متوازنة، لأنه في عنا كله محشر بمكان واحد بنص الصورة. بخلي الصورة تتنفس، ارفع الدائرة لهون والمثلث لهون، هيك بيوازنوا بعض لو في خط واصل بينهم، وهاي الخطوط اللي بالنص عم تلتغى وزنها مع بعض.
بس نفس الشيء عم بشوف انكم عم تتحولوا للكراتين. بعدنا عن موضوع الصوره عن موضوع التصوير حبايبي. طيب خط جميل، خط للدائره حابسها، ما في حركه هون للدائره، ما لها وزن غير مكانها، خلص ثابته جامده، يمكن بس بدها تتحرك نتفه لهون. والمثلث مع انه على خط مايل لكن ما راح يوقع، لسه مش هاي الزاويه اللي بوقع فيها، وكمان ثابت محله. وهذا الخط طلعوا شوف شو راح يصير لو هذا الخط مش موجود، فعلا راح تحسوا بعدم توازن الصوره. طلعوا خلينا الحين راح تحس الصوره فاضيه من فوق. هاي جميله، هاي حلوه، هاي نحكي احس اللي صممها واللي عملها شوي تعب بتكوينها، حاول اكثر من مره. جميل، واصل مفهوم التوازن عندك. جميل اوكي. لا انا بس حط دائره ثلاث خطوط مثلث، بس دورت على اشكال، بس بدنا نتعب بتوزيعهم لانه مبين الدائره هون ماخذه على اليسار وحجمها الكثير كبير، بعادلها ثلاث خطوط ممكن على اليمين والمثلث. ف مش انه مش متوازن، بس صراحه ما في وحده بالاشكال، يعني حاسه هيك بشكل عشوائي، ما في اشي مترابط مع بعض، ما في تداخلات، مش عم بيحكوا مع بعض الاشكال هاي. غير هيك هاي المنطقه كثير فاضيه، يعني احنا ما بدنا نحسب بس التوازن على اليمين وعلى اليسار. خلينا نجرب نعمل حركات بينهم، تقاطعات مثلا، هاي حاسها شعار شركه الكهرباء الاردنيه، ثلاث خطوط مثلث ودائره، تمام جد، هاي زي لوجو شركه الكهرباء الاردنيه، لكن الخط الاصفر هون مش متماثل مش متوازن. طلعوا لما اقلبها الصوره هاي. طب شو الحل هي، كيف نجيبها بالملي؟ بدك فوتوشوب حبيبي، بدك تميل الصوره تقريبا زي هيك تكون متوازنه بالمثلث، يعني بدك تتخيل خط طالع من المثلث يمشيهم صح، لانه هون هي قبل بعد، يعني المفروض التوازن المتماثل لو لفيته يظل نفس الوزن ما يختلف. اوه هاي غريبة، اوكي تمام. عندك خط برتقالي، خط الابيض مستمر، خط واحد ازرق غريب، بس فاضي الصورة من فوق ومن تحت كثير. حاول لو عملتها زي هيك تكون فيها حركة اكثر، بس جميلة لو كانت بالطول ولا ممكن تتغير. استنى اشوف، ما تنجرب، خليها زي هيك، نلفها، لا حلو هيك، او مايل تكون، لا لما خليته بالطول ما كانش في حركة زي هاي، هيك حلو. السهم بيأشر وبقطع بالطابة، نثبتها محلها لما قصها من النص. الخط الأزرق موازي للخط البرتقالي اللي هون، طيب بس لو المثلث مثلا قطعه، يعني لو كملت بالتناغم هذا كله بدل الخلفية خليتها جراي، لو لعبنا بالألوان، بس هي جميلة جميلة حلو. بس بتأكد من شغلة، اوكي لسه عم بسجل هون، اوكي حلو. النقطة الحمراء هي التركيز، لأنه الدائرة حمراء وماخذ كل عيوني عليها، بعدين عيني عم تطلع هون، اوكي هاي بالنص خلص، ما مثبتة بهذا العود فالتغى وزن الدائرة لأنها بالنص تقريبا، وعندنا المثلث كله واقع لهاي الجهة عم بأشر، لو زحناها شوي لهون أكثر عشان توازن. عم بصور تمام هون، اوكي بسيطة جميلة، ثلاث خطوط، هاي متوازنة، يعني بما انه المثلث ثابت بمحله الدائرة فش تحتها خط يوقعها يميلها، تقريبا نحكي متوازنة. حتى لو الدائرة هات نشوف، هذا سؤال الكم، بدي انتم تحسبوا حساب، طلع بديش اعطيكم قاعدة من كتاب، بدي تجربوا انتم، اوكي مين الاثقل، دائرة ولا مثلث مع انهم الاثنين نفس الحجم ونفس اللون، مين الاثقل؟ بس هيك بدي انتوا تتخيلوها، جربوها، شوفوا مين الاثقل بالنسبة لعيون، اوكي؟ نشوف، اوكي، حبيت، جميل، غريب، بس جميل، في كثير قراب من بعض، بس قراب بشكل ممتاز، مع هيك لسه عم بيأشروا لهذيك الجهة، لكن وزن الدائرة
ماسكها هيك شادها وثبتها لهون مع هاي العصاية اللي بدها توقع. غريبة وجميلة هاي. بس كراتين يا حبيبي بدناش كراتين. بلاي ستوب. حاسه ريكورد موسيقى جميل. أنا ما عندي تعليق. الدائرة السوداء كثير كبيرة، وزن الصورة كثير كبير هناك. لو كان المثلث واقع لتحت، بس أنا فاهم شو بدك تعمل، بلاي وستوب. فكرة لو كانت هاي خط أبيض وطالع هون مشان يبين ريكورد موسيقى، ممكن تعملوا أشكال بالأشكال اللي بعطيك إياها وتضل سوبريماتيزم. بس جميل 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 جميل، فعلا عم بستمتع بالأشكال الهندسية. للتأكيد حبايبي اطلعوا، والله انكم جميلين جد، فعلا جميل جدا ورهيب. طلع النتائج، خليني اكبرهم. طلع تحس هيك معرض لوحات رسم، انا فخور صراحة، جميل جدا المرحلة اللي وصلناها. طيب بدون اي تأخير خلينا نحكي عن التحدي 18. بالنسبة للتحدي 18 حبايبي، مطلوب منكم دائرة، مستطيل، ثلاث نقاط وخطين. اوكي، العناصر زادت، فهذا هو المطلوب منكم بالتحدي 18. لو سمحتوا حبايبي ابعدوا عن اختصاص الكراتين، حاولوا تدوروا على اشكال موجودة، نبعد عن التوازن المتماثل، نعمل حركة بالفريم اوكي، ونجهز حالنا للتحدي 19. كيف بدنا نجهز حالنا يا ليو؟ بعرفش، ادعمنا وبندعمك. يعطيكم العافية حبايبي، وان شاء الله بشوفكم بفيديو بكرة. مع السلامة.